حضراتكم مشاهدينا الكرام في موجز لأبرز الأخبار الرياضية. وبعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك. وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بثنائية نظيفة بتوقيع البرازيلي سافيو وكريم فؤاد خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية. وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه بالفوز على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. ونروح مع حضراتكم لأخبار نجمنا الدولي محمد صلاح. وليفربول صلاح في تحد جديد أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي. يحتضن ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وليدز يونايتد والتي تقام ضمن منافسات الجولة 14 لموسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي، وهي مباراة مليئة بالإثارة والندية بين كلا الفريقين. وبيدخل ليفربول المباراة في تمام 9 إلى ربع مساء، وذلك بعدما سقط في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام توتنهام فورست ليواصل الريدز التخبط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وبيحتل فريق ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وده بعد مرور 13 جولة بعدما حصد 16 نقطة من الفوز في 4 مواجهات والتعادل مثلها والخسارة في 3 لقاءات. أما فريق ليدز يونايتد فيواصل المعاناة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وده بعد سقوطه على ملعبه في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 ليسقط في الخسارة 4 على التوالي. وبيحتل فريق ليدز يونايتد المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 9 نقاط فقط من فوزين و3 تعادلات وخسارة 6 لقاءات ليدخل مبكرا في صراع الهبوط. ونروح مع حضراتكم لأخبار الزمالك. والونش بيستعد للسفر لإنجلترا لإجراء جراحة الركبة. بيستعد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك للسفر إلى إنجلترا من أجل إجراء جراحة الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة والتي بيغيب على أثرها من 4 إلى 6 أشهر. وبيسعى الونش لإجراء العملية في أقرب فرصة للعودة مجددا في أقرب وقت لتدريبات الزمالك في الموسم الجديد. وبترغب إدارة الزمالك في إجراء الونش الجراحة في أكبر مراكز العالم المتخصصة حتى يعود في أسرع وقت للملاعب كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، لا سيما وأنه أصبح مهددا بالغياب لفترة طويلة نظرا لصعوبة الإصابة. ومن المنتظر أن يطير الونش إلى إنجلترا عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للخضوع للجراحة والتأهيل قبل العودة إلى القاهرة من جديد. وكان الزمالك أعلن تعرض الونش للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وأكدت إدارة الكرة أن الونش بيحتاج للتدخل الجراحي وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر قبل العودة للتدريبات مجددا، وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر. نروح مع حضراتكم لرياضة الاسكواش. وربطة الاسكواش بتمنح نور الشربيني ومروان الشرباكي لقب الأفضل في أكتوبر الحالي. حصد الثنائي المصري نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا للسيدات الاسكواش ومروان الشرباكي لاعب هليوبلس والمصنف السابع لقب الأفضل في شهر أكتوبر الجاري، وده بعد تألقهما خلال مشاركتهما في البطولات وحصولهما على أعلى النقاط في التصنيف العالمي. ودي كانت أبرز أخبارنا الرياضية من في موجز الإخباري، وننتظركم في مزيد من تغطيات رياضية أخرى على مدار اليوم. وشكرا لحضراتكم.